كابتن سيد، الاهلي عنده مودرن سبورت، مباراه تستحق القلق؟ لا يعني بأمانة هي المباراة الوحيدة اللي كنت تفكر فيها وانت قلقان شوية بيراميدز بيراميدز اللي نتائجه الفترة الأخيرة، إنما كل بس الفرق في الدوري أنا بشوف إن هي ماتشات عادية جدا. النادي الأهلي ممكن يفقد نقاط لو حاجة واحدة بس، هو مش في حالته أو لعيبته ما بتأديش الأداء القوي، إنما الطبيعي بتاعك لا ماتش عادي جدا. انت متوقع الاهلي يكسب ماتشاته كلها؟ طبعا كتب جيل موافق على الكلام ده؟ يعني حاجات وحاجات، بس هو دلوقتي مودرن سبورت بقالها 4 5 ماتشات ماشيه مع الكابتن طلعت كويسه قوي، اتفرجت عليهم الماتش اللي هو فات داخل مربع ذهبي اساسا. بالظبط، واتفرجت عليهم الماتش اللي فات يا كابتن كلهم بيدافعوا. انا اول مره اشوف فرقه بتضغط على فرقه حتى لو المقاولين ده ضعيف، اوكي ماشي، بس في فكر ان الولد بيضغط ده شغل مدرب فهيتعب الاهلي، بس في مشكله الاهلي لو مش فايق لا مودرن سبورت ممكن تعمل نتيجه معاه، انما لو الاهلي فايق هتتعبهم شويه، انما هيخلص الاهلي، انما انا عارف ان هو ممكن يتعبهم شويه. كابتن بشير، بكره الزمالك والبلديه، فاكر ولا مش فاكر؟ ماتش بلاده فعلا بلاده، فانا هتلاقي بكره حاطط 5 6 لعيبه برضه والصغيرين. هو فاضي، هو كان رايح بيشجع بيراميدز، هو فاضي بقى يروح يشجع الزمالك والبلديه؟ هو كان فاضي بيشجع بيراميدز. طب ايه المشكله؟ مش فاهم المشكله دي، هو ده ما حصلش يعني، بس ايه المشكله بيشجعهم يعني؟ لا هو انت نادي أيوة الزمالك، ايه اللي خلاك تشجع فريق؟ انا حر يا اخي، انا طبعا انا حر والله العظيم، يا عيني زيك والله اتفرج على الماتش، كان واحد زملكاوي اه والله بيصعب عليا، انا خفت عليه، قلت له هو انت ايه بتشجع؟ قال لي ازاي الاهلي يكسب؟ قلت له انت بتشجع عندك ايه؟ قال لك الدوري فين؟ زملكاوي زعلان كده ليه؟ ده انت ما زعلتش على الزمالك لما اتغلب؟ لا هو زعلان الاهلي كسب، بيقول لي الاهلي بياخد كل حاجه. طب ده طبيعي، اعمل له ايه؟ بس بص ان هم كويسين، قلت له طب هنبقى وحشين طبعا عشان تنبسط. الزملكاوي عايز بيراميدز، عايز بيراميدز يكسب الاهلي، ده طبيعي، لكن انه يروح يشجع بيراميدز في الاستاد، انا كنت كلام بشوف انه ده صعب. لا طبعا، وطلع كلامي صح يعني، بعض الناس قالت لي وانت مش عايز الزملكاوي يروح، الناس بقى تهزر معايا كده، بس انا بقول ان جمهور الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور الاسماعيلي وجمهور لا يا كابتن ليهم الاتحاد والانديه الجماهيريه الكبيره دي، يعني هو حياته كلها النادي، اكله وشربه ونفسه الاهلي والزمالك، بيمسكوا لبعض ممكن يعايروا بعض بعد كده، يقول له انت رحت لا يعني شلت علم في مدرج الزمالك، ما ينفعش يروح يشجع نادي تاني مهما كان. صح، لكن يبقى نفسه بيراميدز يكسب الاهلي طبيعي. ولو الاهلي العكس، بيراميدز بيلعب الزمالك والاهلي عايز يوقع الزمالك، محتاج نقط هيشجع، هيقول بيراميدز يكسب الزمالك. دي ده احساس اوكي. طب هو زعلان الاهلي كويس، طب انا اعمل ايه يعني؟ هو الاهلي كويس، طب ماتش البلديه بكره في توقع؟ بص الزمالك مش توقف الزمالك يعني، البلديه يعني بلا هدف، هو كمان هذا انت جات لك النتيجه بدري كده، البلديه عايز يقعد في الدوري. ده البلديه خد بالك، ده اول فريق من اللي تحت 23 بونت. طب انا بقول لك هو بلا هدف، هو عارف ان هو رايح فين يعني، نازل يعني تقصد؟ اكيد طبعا يعني، والله الله يعينهم، وكشري ربنا يعينه، وكشري كل اللي يمسك فرقه يقعد ينافس على الهبوط. هو مسكهم زي ما انت قلت، فرق اثنين يعني، مكملش ماتش ولا ماتش لسه ماسك. هل الزمالك يكسب بكره ولا البلديه؟ اكيد لا الزمالك يكسب طبعا. فريق كام؟ يعني 2-0. كابتن عبد الجليل، تصدق انا هضرب نتيجه المره دي وهفكر هتضرب؟ قال لك هضرب، ما هي الشيخ ما بيجيليش، بص هو واقف ناحيته فوق، قال له فرق 2 هناك، انا عارف، بس انا هفكرك 2-1 للزمالك. 2-1؟ اه. كابتن زي تعادل. اه ايوه، هو كده بيلعب قمار يعني، يمكن تضرب كده. ما هو مش قمار، هو البلديه محتاج كل نقطه دلوقتي عشان يقعد في الدوري يعني، انت فاهم؟ هو الزمالك يعني في ماتشات معينه هيبقى جامد فيها او بحالته، انما في ماتشات اللي باقيه في الدوري ما. طب يعني انا الشيخ اهو قدامي بقول لي فرق 2 للزمالك. ما عارف، ما انت قلتها ده قبل ما يقولها، هو وشوشك بس انت عليت صوتك. بكره انا هعمل معاك مداخله بكره، ماشي؟ خلاص، ان هو انت لو تعادل هتقول لي، ولو فرق 2 انا وانا قلت كام كام هسيبك. انا قلت كام كام؟ طب لو خلص تعادل؟ لا قلت هجيبك على التليفون، قول لي ماشي. طيب انا قلت كام كام؟ انت قلت 2-1. انت بتسال عادي، انت بتقول النتيجه هو نسي لمين؟ نسي قلت للزمالك. طب كويس، هو نسي الجديده بقى، ده بقول لك انا قلت كام ولمين؟ هو نسي الجديده، حسام اشرف اللي هيجيب الجول بتاع الزمالك ولا بتاع؟ لا ده كابتن عبد الجليل بيجود في التوقع، خد بالك، على اعتبار توقعاته كلها كامله قبل كده صحيحه. طب افتكر بيجود حسام اشرف ما جابش ساقط في ماتش ساقط في 100 ماده قبل كده، ساقط في 100 ماده وجيب دي بقى بيجود.
كابتن سيد معوض شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك. كابتن عبد الجليل شرفتنا ونورتنا. شكرا يا ريس. كابتن بشير التبعي شرفتنا ونورتنا. يا ريس ربنا يخليك يا ريس. ان شاء الله احنا كده وصلنا لنهايه حلقه النهارده، بكره ان شاء الله في تمام 11 مساء حلقه جديده من بوكس تو بوكس. الى اللقاء.